إدريس البصري الله يرحمه كان جالس مع زوجته مع أولاده في بن سليمان في الدار ديالو ديال بن سليمان على هادشي اللي غنعرفو من بعد، وقالها هو. فأنا طلقت هيك المسألة، خدا قرار بسرعة يوقف البرنامج ويدير دعوة قضائية ضد نجمي وضد ملكة مالك وأكثر من ذلك، طرحها في الحوار الاجتماعي الجالس الأموي وجالسين القادة النقابيون، وقال الأموي السي الأموي راني غادي ندعي نجمي. ملكة مالك أنا غندعيك. أنا قلت له علاش السيد الوزير ما درت حتى حاجة؟ قال لا ما وقفتيش وما علقتيش وضحكتي، معناها عاجبك داك الشيء اللي قال. هذا عير شاعر وشاعر وهبيل جاته فمو قالها. مشاهدينا الأعزاء أهلا بكم، سعداء بتواصلنا معكم وسعداء بتواصل حوارنا مع الأستاذ حسن نجمي الشاعر والكاتب والباحث في الثقافة الشعبية. الأستاذ حسن نجمي رجل متعدد الانشغالات، مارس الصحافة، انخرط مبكرا في العمل السياسي، كان رئيس الاتحاد كتاب المغرب لولايتين متتاليتين، صدرت له حوالي 20 مؤلف تتوزع بين الشعر والرواية والنقد الأدبي. الأستاذ حسن نجمي كان قريبا من العديد من القيادات التاريخية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان قريبا من عبد الرحمن اليوسفي، كان قريبا من نوبير الأموي، كما أن الأستاذ نجمي اشتهر بأطروحته المرجعية، أطروحة الدكتوراه دولة حول العطاء. نعيد الترحيب بك الأستاذ حسن نجمي، هذه الحلقة الثامنة. في الحلقة السابقة انتقلوا عن الناس بلا شك. لا 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 أعتقد. في الحلقة السابقة تكلمنا عن التسعينيات وقلنا أنها كانت مخاض كبير في المغرب، طبعا بارتباط مع التحولات الدولية، ما جرى في الغزو ديال العراق على المستوى الداخلي، الكتلة الديمقراطية، تعديلين دستوريين متتاليين، هذا كله طبعا غادي يقود في النهاية الحكومة التنوع. بالتالي التسعينيات يمكن نسجلوا أنها مثلت واحد نوع ديال التقدم في الحقيقة في الحياة السياسية، انفراج على المستوى الحقوقي. 94 في يوليوز 94 العفو العام، العفو العام الشامل. نعم، لكن قلنا أن في المقابل حزب مركزي في هذه الديناميكية هو الاتحاد الاشتراكي كان كيعيش صراع داخلي. نعم، أنت قلت في الحلقة السابقة أن هذا يعود لأسباب خلقية. صح. هذا الحزب تخلق تاريخيا مشاكل ديال جار معاه واحد التراث ديال التشظي وأسباب تاريخية متعلقة بظاهرة الانشقاق في الحركة الوطنية وفي الحركة السياسية في مغرب الاستقلال، قد تلقي بظلالها على الحياة السياسية. الحزب أيضا لم يكن وحده في الفضاء السياسي في الفضاء العمومي، كاين أجهزة الدولة عندها كلمة عندها يد، أيضا لم تكن تتفرج من بعيد ولم تكن محايدة تجاه الظاهرة الحزبية ككل وتجاه الحقل السياسي ككل. طبعا الحال ينبغي أن نستحضر هذا العامل، دائما هناك خلية مركزية تفكر في الاتحاد الاشتراكي في مؤتمراته، في لحظات تحوله، في لحظات صراعاته إلى آخره، وتشتغل على هذه التناقضات وتعمقها كلما كان ذلك ممكنا. وهذا الجانب الخلقي يعني بطبيعة الحال عنده عدة أمثلة يمكن نشرحه بها. يكفي أن نشير إلى أنه في 59 تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لم يستطع القادة أن يتوصلوا إلى انتخاب كاتب أول للحزب، قائد للحزب، ولذلك لجؤوا للفكرة ديال القيادة الجماعية. قيادة جماعية في الحقيقة تخفي واحد الخلاف جوهري بين الأشخاص. المهدي بن بركة اللي كان جدير بأن يكون كاتبا الأول للحزب
كان أمامه وجد أمامه المرحوم محجوب بن صديق اللي رفض تماما، رفض بالكامل أن المهدي يكون مسؤول أول أو أمين أول للحزب، وكان يفضل عليه المرحوم عبد الله إبراهيم. وتالي الفقيه البصري مع المهدي إلى آخر. عبد الرحيم لم يكن هناك حاضرا، ينبغي نستحضر ذلك، الاتحاديون ينسون أن عبد الرحيم بوعبيد لم يلتحق بالحركة الانفصال اللي وقعت في 59، لم يحضر النقاشات الأولى للتأسيس، لم يحضر المؤتمر التأسيسي في الكواكب في سينما الكواكب في الدار البيضاء، ما التحق حتى من بعد، وتقريبا حتى البداية ديال المعركة ديال الدستور عاد خرج لأول مرة يأخذ الكلمة أمام الجماهير إلى آخره. لذلك الخلاف كان قوي جدا، وعنده هذه الأبعاد اللي اشرت لبعضها من ناحية ثقافية ومن ناحية اجتماعية إلى آخره، والخصوص هذه المسألة اللي هي ربما تبان ثانوية ما بين أهل الحضار وأهل البدو إلى آخره، راه توقف عندها المرحوم محمد عبد الجابري ملي كان كيتكلم على حرب الخليج وعلى القرار ديال دخول العراق في الكويت، وقال أن مثل هذا السلوك لا يمكن أن نفسره لا عقلانية ولا من ناحية الجيوسياسية ولا من ناحية الاستراتيجية، ما عنده تتفسير إلا البداوة، يعني لصدام والقيادة العراقية وصدام قرار بدوي كيكون فيه الجانب النفسي، جانب ديال الشرف، تمسينا في شرفنا، يعني فيه نوع من التهور، ما فيش حساب استراتيجي، ما فيش يعني واحد البعد عميق لدراسة الواقع الدولي والموازين القوى والموقف الأمريكي إلى آخره. فهو فسره، وهذا كيفسر أيضا، كيفسر إلا كان الواحد فعلا متشرب وقارئ الفكر الخلدوني غيدرك معنى هذا التناقض وتأثيراته وخطورته على السلوك السياسي والسلوك الاجتماعي والسلوك الثقافي إلى آخره. لذلك بعض الأشياء اللي خداها الأموي على سبيل المثال رحمه الله كانت قرارات في الغالب مخلصة وصادقة ونزيهة، ولكنها يعني فيها مكمن الخطأ، يعني الخروج من المؤتمر السادس ما عنده حتى شي تفسير. كتاب هذا ديال اليوسفي كما عشناه، الصديقين محمد حفيظ وحمد بوز، ضمن ما كيوردوا كيقولوا هما ان الأموي عديد من مبادراته كانت غامضة ومفاجئة. مثلا كيشيروا لاستقباله لدريس البصري في المؤتمر ديال الكونفدرالية في 1997. لا ماشي غامضة، لأن دريس البصري كان رئيس اللجنة ديال الحوار الاجتماعي، هو اللي كيمثل الحكومة وهو الناطق باسم الحكومة فيما يتعلق بالإشراف على الحوار الاجتماعي. علاش نسوي واحد المسألة تفصيل أساسي؟ وقال هو لما قدموا في المؤتمر، ها هو أمامكم، إلا طلبنا منه شي حاجة تحت الطابلة، ولا طلبنا شي امتيازات، ولا طلبنا شي حاجة في هذا التفاوض الاجتماعي اللي درناه في هذا الحوار الاجتماعي، ها هو أمامكم، إلا قال شي حاجة يقولها ويمسخنا إلى آخره. فهي نوع من الجرأة، نوع من الثقة الزائدة في الكاريزما ديال الأموي، وكان يتوفر على كاريزما كبيرة جدا، خصوصا بعد الاعتقال ومن بعد الخروج ديالو من السجن، تضاعفت القيمة ديالو والرمزية ديالو والمكانة ديالو والصيت ديالو في المجتمع، واحد التعاطف كبير واحد التعلق به كبير في الأوساط الاجتماعية إلى آخره. طبعا كان يمكن أن يغض النظر على هذه الخطوة، كان من الأفضل. انت في هذيك اللحظة شنو كان موقفك من استقباله لدريس البصري؟ أنا قبل من الاستقبال ديال بيومين، أظن كان الجمعة المؤتمر الأربعاء، كنت في الدوزان من الناس اللي غادي يحاوروا أستاذ سي محمد بوزتا رحمه الله. هذا الحوار الشهير، حوار مع ملكة مالك، اللي خلق مشكل الملكة مالك، اللي خلق مشكلة ليها وليا مش أهليها. يمكن تذكرنا ما جرى؟ يعني نهار الأربعاء أنا من ثلاثة ديال الإخوان اللي غادي يجيوا يسولوا سي محمد بوزتا، كان أستاذ طالع السعود الأطلسي، وكان أستاذ محمد ضريف كجامعي، وأنا الثالث. وكما تعرف النظام نقولها بسرعة ديال
تنظيم ديال الحوار كتبدا ملكة مالك بتقديم، ثم تدير سؤال اول تفتتح به الجلسه الى الضيف، توجه به للضيف، ثم تكلم محمد ظريف، ثم تكلم طالع السعود الاطلسي، ثم تكلمت انا من بعد. وكل ضيف كل محاور من هاد الصحفيين او من هاد اللي غيسولوا كيكون عنده واحد المحور اللي مكلف به. انا مكلف بالمحور الثالث وهو الانتخابات اللي كانت على الابواب التشريعيه وهذا الشيء، وبرنامج حزب الاستقلال. هادو جوج عناصر. مباشره تكلم الاخ الاول، تكلم الاخ الثاني، تعطاتني انا الكلمه، فتوجهت للسي محمد بوزدك. قلت له السي محمد مساء الخير. قال لي مساء الخير. قلت له بلاش ما كتسناش مني، غادي نكون خصم ديالك هذا المساء، نظرا للتقدير ديالي اللي عندي ليك، ولي تقديري ليك ايضا باعتبارك واحد من الرموز ديال الحركه الوطنيه المغربيه والى اخره كذا. قال لي بارك الله فيك، فقط انا غادي نعطي بعض الاسئله ونتوجه لك مجموعه من التساؤلات اللي هي مطروحه في الشارع، ماشي انا اللي طرحها، في الشارع اللي طرحها غنطرحها عليك باش تجوب الناس. الى قال لي مرحبا بكل سرور الى اخره. يعني فقط نتكلموا في 1997. فقلت له إذا سمحتي لي قبل ما ندوز لهذه الأسئلة، عندي واحد الملاحظة في إطار الشق الثاني اللي كنت أتكلم فيه الأخ قبل مني. إذا سمحتي، لاحظت أنكم درتوا واحد اتفاق بينكم كقادة ديال الأحزاب الوطنية السياسية مع الحكومة من جهة أخرى، ولاحظت أنه هاد الحوار اللي تم بيناتكم على اساس انكم تقبلوا بالنتيجه كيف ما كان. هذا الميثاق ديال الشرف اللي ميثاق الشرف، انه ما طعنوش في الانتخابات والنتائج باعتبار اي شكل من اشكال التزوير الى اخره. وبناء على ذلك اللي لاحظت انا، هذه مجرد ملاحظه، وقعتوا من جهه انتوما، ووقع من الطرف الاخر بعض الناس معاكم محسوبين عليكم وهم احزاب لا تمثل اي شيء، يعني ما كانش خصهم يكونوا معاكم في التوقيع على الاطلاق، ولكن من اجل مصلحه ديال البلاد ما عليهش. لي المؤاخذه ديالي، كيفاش سمحتوا لنفسكم توقعوا باسم احزاب وطنيه ديمقراطيه؟ الكتله الديمقراطيه، نعم. ومن جهه اخرى وباسم الحكومه يوقع معاكم السيد دريس البصري وزير الدوله في الداخليه، ونحن نعرف ان السيد دريس البصري وزير الدوله في الداخليه هو رمز التزوير الانتخابي في المغرب بهذه العبارة. شنو كان جواب السي محمد بوستة؟ كنت عارف شغادي يقول. كان جالس الأموي من الضيوف اللي جالسين في القاعة، ورايا تقريبا راه التسجيل موجود. كنت عارف، لأنه أنا جلست قبل مع بعض الإخوان في الرباط هنا، في يعني في المقهى، كنتذكر لينا جلست مع خالد سفياني مثلا وبعض الإخوان آخرين باش نجمع العناصر ديال الفهم الحوار وطبيعته الى اخره باش نسول. قبل ذلك وقبل من ذلك، وهذا هو بيت القصيد في الحقيقه، انا في الجريده اتصلت بيا ملكه باش نكون. قلت لها ودي انا ماشي ديال راسي، خصني 16. فطلعت من الطابق الثالث الى الطابق الخامس عند السي عبد الرحمن اليوسفي وهو في مقر الجريده. قلت له الاخت ملكه مالك كذا ديال برنامج كذا الى اخره، غادي يكون السي محمد بوستة طلبت مني نكون من الصحفيين اللي غادي يطرحوا عليه الاسئله. قال لي مزيان تمشي. لا 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 لا، مزيان بالعكس، مزيان خصك تكون، ضروري تكون. قلت له مرحبا، غير قول ليها اوكي. نزلت عيطت لها بالتليفون قلت لها سي اوكي غادي نكون معك. يعني شي يومين وثلاث ايام، كان اظن يوم الثلاثاء سيسافر الى باريس لفحوص طبيه. الاثنين قال لي طلع عندي. طلعت عنده البيرو ديالو في الطابق الخامس، السي عبد الرحمن اليوسفي. قال لي واش هذاك الموضوع ديال البرنامج التلفزيوني اللي قلتي لي؟ قلت له يا راني وافقت. مزيان مزيان. هو شوف، بغي نوصيك على حاجه واحده، حنا محتاجينش في هذه المرحله نهائيا نتكلموا على عورات حزب استقلال او اخطاء حزب استقلال او شي حاجه نهائيا. هذا حليف الان طبعا، يعني واضح. انا ما كنتش على كل حال قناعتي او اقتناع ديالي كان هو هذا، ما عنديش في ذهني نهائيا، ولكن هو حريص ان العلاقه ما يكونش فيها خلل او خطا الى اخره. باقي الاشياء راك مهني، دير شغلك، دير خدمتك.
إذن أنا غادي نمشي للبرنامج نكون إيجابي ونكون إلى جانب الضيف، والأسئلة اللي غنعطيها غتكون تمهيدية كتمهد له باش يتكلم باش يطرح التحالف والأفق المشترك والأشياء إلى آخره. غادي نكون عمليا بواحد الصورة باهتة كصحفي، يعني بارد أو من جانبي غادي يكون شاحب أو كذا. خاصة واحد دائما على واحد إلى آخره، عن توابل اللي تعطي الحوار واحد القيمة واحد القوة واحد إلى آخره. فداك الشيء ف قلت له لا سي عبد الرحمن هذا الشيء غادي يكون وكذا إلى آخره. هي فاش مشيت كنطرح الأسئلة، ولكن إذن أطلقت النار منذ البداية على دريس البصري. منذ البداية، فهو دريس البصري الله يرحمه كان جالس مع زوجته مع أولاده في بن سليمان في الدار ديالو ديال بن سليمان، على هذا الشيء اللي غنعرفه من بعد، وقالها هو. فأنا طلقت المسألة، خدا قرار بسرعة يوقف البرنامج ويدير دعوة قضائية ضد نجمي وضد مالكة مالك، وأكثر من ذلك طرحها في الحوار الاجتماعي، جالس الأموي وجالسين القادة النقابيون، وقال الأموي السيد الأموي راني غادي ندعي نجمي، هو عارف العلاقة، غندعي نجمي لأنه شتمني وأساء إلي قدام ولادي قدام مراتي قدام عائلتي، إلى أنا مزور يجيب لي الحجج ديالو اش من زورت أنا إلى آخره، غادي نديه للقضاء وكذا. قال له الأموي شوف سيد الوزير اسمعني مزيان، أرجوك اسمعني مزيان، نجمي ماشي بوحدو ولادي الراسو أولا، ثانيا أنا تكلمت معاه، أنا دويت معاه وفعلا تكلم معايا مباشرة من بعد البرنامج، خداني في الطوموبيل من الدوزيام للسيديتي في الليل. شنو عاد سبب؟ لا كيبغي يسول أولا كيفاش طرحتي السؤال ولاش ومش معانا تذكرتي في هذا الشيء إلى آخره. فالمهم ديك الساعة قال له إلا تمس نجمي غنتمسوا فيها كاملين، وإلا دعيتيه ما غيكونش بوحدو في المحكمة، غنكون واقفين معاه في المحكمة نحن أيضا. أنا نبغي نأكد لك وأنا تكلمت مع نجمي وأعرفه جيدا راه بحال ولدي، ما عندوش داك الشيء اللي في راسك انت راه عنده، وما داك الشيء يعني ديال الخيوط والسلوكة زعما شي جهاز داخل الدولة أمني ضد جهاز أخر، صراعات داخل أجهزة الدولة وداك الشيء، قال لي راه ما عندوش داك الشيء كله، هذا غير شاعر وشاعر وهبيل جاتوا في مو قالها هكذا هكذا، قال له قال له شاعر وهبيل جاتوا في مو وقالها، ما عندك تصور انه راه خدام مع شي جهه ضد شي جهه ولا شي حاجه، شي ما عندوش نهائيا في دماغه، وكنعرفو جيدا بحال ولدي شير نسى هذا الموضوع ولن يكون وحده، بغى يدعي راه غنكونوا كاملين. هنا انتهى الملف، لم ينتهي لم ينتهي الجا المجموعه الحضاريه في الدار البيضاء، وكانت كتذكر جيدا ان الفريق الاتحادي في الرباط في مجلس العماله والفريق الاتحادي في المجموعه الحاضره الدار البيضاء كانوا مبغوش يصوتوا لفائده لاداك، هادشي ديال التفويض للشركه الفرنسيه باش تشرف على التدبير المفوض، نعم تدبير المفوض ديال الماء والكهرباء في الدار البيضاء وفي الرباط الى اخره، فصوتوا ضد الى اخره. فاتصل بهم الوالي ديال الدار البيضاء بالفريق الاتحادي، كان فيهم طبيح ابراهيم الرشيدي جلال طاهر الاخوان رئيس الجماعه ديال السالميه اخ ديالنا المعز واخوان اخرين كانوا مجموعه. فقال لهم راه غيجي وزير الداخليه يجتمع معكم، فعلا جا من الرباط دخل عندهم، دخلوا لواحد القاعه قبل ما يدخلوا للاجتماع ديال المجموعه الحضاريه، ملي دخل قال طبيح راني بغيتك تنصف في الملف الدعوه ديالي ضد نجمي لانه اهاني وسالي وكذا وكذا. طبيح نظرا للنباهه ديالو الذكاء ديالو اللي معروف فيه ايضا وديما هو جوابه في نابو، قال له يشرفني سيد الوزير ما كاين حتى مشكل نكون، ولكن فقط نبغي ننبه لانه حنا عندنا في المهنه ديال المحاماه من التقاليد ديالنا انه ما يمكنش ندافع على شخص في ملف ونتنصب ضده في ملف اخر، لان عندنا مبدا ديال التنافي في المهنه، فنجم انا كندافع عليه في واحد الملف
ما نقدرش نكون ضده في ملفين آخر، وهو غير صحيح طبعا، وبيش يتخلص بحسن التخلص باللبق بحسن التخلص. فتدخل إبراهيم الراشدي قال له ما علي الوزير، دابا احنا ملي كيكون عندنا مشكل مع الحكومة ونبغي واحد التحكيم لما نكلج، وقال لي صاحب الجلالة ايوا، قال له الأمر دابا عندك خلاف مع نجمي، كاين السي عبد الرحمن اليوسفي يمكن لك تتصل به وتحلوا هذا المشكل، ما كاين الى اخره. الجانب الاخر انه النقيب ديال الصحفيين محمد العربي المستري الله يرحمه مشات له ملكه مالك، شنو تم توقيفها؟ تم توقيفه على ممارسه العمل الصحفي في الدوزيام، ما ديرش البرنامج والبرنامج يتوقف، ودعوه قضائيه غدا ترفع. البرنامج كان عنده واحد الصدى طبعا، يعني برنامج اللي كان مهم وكيجيو الشخصيات السياسيه والوزاره الحوار السياسي عمليا السياسي في البلاد كلها صحيح، ودعاني ودعا ملكه وعين الاستاذ زيان دريس بصري رفع دعوه ضدك وضد ملكه وضد ملكه مالك، والمساعي كانت خدامه من جانب النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه. المحامي ديالو هو زيان، هو محمد زيان. محمد زيان هو اللي كان المحامي ديالك انت؟ احنا مازال ما درناش يلاه بادين البدايات ديالنا باش نمشيو للمحكمه، وجا الحدث ديال انه غادي يجي يعني من بعد البرنامج اللي تذكرتي الاربعاء كان الا ما خانتنيش الذاكره، الجمعه كان المؤتمر السي دي تي في القاعه المغطاه في الدار البيضاء، ودريت بالثريجه اللي كان برا كيستقبلوا هو ابراهيم الرشيدي وطبيح واخوه اخرين لا اذكر، وهو دا مدخلينه من الكولوار من السياره ديال داخل في الكولوار في الممر الطويل باش يوصل للمنصه ديال المؤتمر. انا كنت مع الاخوان ديالنا الصحفيين في المنصه ديال الصحفيين مباشره امام القاعه، لكن ملكه ملك كانت في المنصه واقفه، كانت واقفه ملي دخل جاي كيقول في الكولوار فين نجمي فين عوان نجمي فين نجمي الى اخره هكذا في المدخل مباشره، وجد ملكة مالك واقفة، هو يقول له واحد من الإخوان قال لي ها هي ملكة مالك، ملكة مالك أنا غندعيك. أنا قلت له علاش السيد الوزير ما درت حتى حاجة؟ قال لي لا ما وقفتيش وما علقتيش وضحكتي، معناها عاجبك داك الشيء اللي قال، عاجبك وموافقة عليه، لا لا غادي ندعيك إلى آخره. قلت له أنا السيد الوزير ما درت حتى حاجة أنا إلى آخره. ومباشرة ملي يعني قرر انه الزيان هو اللي غادي ينوب، وعطاه الكاسيت الى اخره ديال التسجيل ديال البرنامج، هنايا كان الدور ديال اموي، وبدون شك ما عنديش تاكيد ديال الدور ديال عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمهم بجوج، وايضا الدور ديال النقابه وعلى راسها النقيب محمد العربي المستري الله يرحمه، لعب دور حاسم ودار وفد ومشى لوزاره الداخليه واستقبل وزير الداخليه. طبعا اللي طلب منه هذه القضيه واللي تقدم بملتمس النقابه هي الاخت ملكه مالك، ما تقدمتش بملتمس، انا كتوجدت لما هو للاسوء انه المحاكمه ويمكن يكون تسجن او اي شيء، كنت موجه في هذا الاتجاه، لكن كان ربما دور حاسم ديال الاموي والنقابه وربما ديال اليوسفي لست متاكدا 100% لطي الملف لانه ما غتحتاجاش الدوله الان تواجه مع الاتحاد الشراكي. احنا عشيه التناوب تماما باش ما يوقعش اي الاجواء السياسيه تماما، حيث اليوسفي ما كانش باغي اطلاقا اي خدش في اللحظه ديال الثقه اللي اصبحت بينه وبين المرحوم الحسن الثاني. الاستاذ حسن نجمي، طبعا هذا القصه طبعا الان كتفصلنا عليها مسافه تاريخيه، ولا ربما هي كتقربنا من المناخ السياسي والمخاض ديال التسعينات. في حلقة قادمة غنعود نرجع نواصل معك الحديث عن هذا القصة، أي قصة متعددة الأبعاد وعندها بزاف الروس. نعم، شكرا شكرا جزيلا الأستاذ حسن نجمي، ويتواصل حوارنا معك في حلقة قادمة.